سحب الإسرائيليون من المفاوضات وعاد وفدنا واستمر جهدنا المكثف من أجل العودة إلى المفاوضات مرة أخرى. وبالفعل تمكنا اليوم في هذه اللحظات من أن نعلن قبولنا بالمبادرة المصرية بوقف القتال. هذا الوقف متزامن مع تزويد القطاع بالمواد الإنسانية والغذائية والطبية والعمرانية التي يحتاجها. وفيما بعد سيكون هناك حديث على كل الطلبات التي ستوضع على الطاولة. إذن أثمرت هذه الجهود الآن وقبل دقائق فقط من الوصول إلى العودة إلى المفاوضات، وقيل أو وقلنا إن الساعة السابعة يعني الآن قبل 7 دقائق سيكون هناك توقف كامل للقتال ويعود الوفدان في أقرب فرصة ممكنة إلى القاهرة لاستكمال هذه الجهود. نحن نؤكد على التقدير الكامل لجمهورية مصر العربية التي بذلت معنا جهودها منذ فترة طويلة من أجل الوصول إلى صيغة ترضي كل الأطراف. ونؤكد أيضا أن دولة قطر أسهمت في هذا، ولعل من المفيد أن نذكر أن السيد جون كيري بذل جهودا معنا وكان على اتصال دائم معنا من أجل تحقيق هذا الغرض. فكل الشكر لكل الجهات التي بذلت هذه الجهود، والشكر للأمم المتحدة التي سترسل فورا المواد المطلوبة لقطاع غزة، لأن الوضع المأساوي الموجود هناك لا يمكن أن يخطر على بال أحد. كان موضوع وقف القتال هو الموضوع الأساس الذي بحثناه مع قيادة حركة حماس في الدوحة، وبحثنا أيضا مواضيع أخرى لا بد منها، وهي تركيز وتمكين المصالحة الوطنية بحيث تتمكن حكومة الوفاق الوطني من القيام بأعمالها. طبعا هذا يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى جهد، ولكن هذا هو هدف من الأهداف التي سعينا إليها منذ أن تحدثنا عن المصالحة وعن تشكيل الحكومة أو حكومة الوفاق الوطني. في هذه الفترة جميعها، في هذه الفترة التي طالت أكثر من 50 يوما، كنا نبذل كل الجهد من أجل تزويد أهلنا بالمواد التي يحتاجون إليها، سواء من عندنا، وهذا حصل من كل المؤسسات وكل الأفراد، وهذا أمر عظيم جدا بإحساس الشعب الفلسطيني بإخوانه، بمأساة إخوانه. وكذلك لا ننكر الدول التي سارعت إلى إرسال المعونات والمساعدات لأهلنا في قطاع غزة، لكن كل هذا لا يكفي، ولا بد من انهمار المواد المطلوبة حتى يتمكن الناس من العيش، من الشرب، من شرب الماء، من الكهرباء، ثم بعد ذلك من التعليم، حيث أن المدارس جميعها مشغولة بالعائلات، المستشفيات مشغولة بالعائلات. هذا إذا لم تكن قد تعرضت إلى التدمير،
لأن التدمير شمل من جملة ما شمل المستشفيات والمدارس وأماكن العبادة. إذن كل هذا يحتاج إلى وقفة سريعة، إلى مواقف سريعة، حتى نتمكن من لأم الجرح الكبير الذي أصاب أهلنا في قطاع غزة. هناك موضوع آخر سنتناوله، وهو وماذا بعد؟ وماذا بعد؟ بمعنى أن قطاع غزة بالذات تعرض إلى ثلاثة حروب، في 2008-2009، في 2012، وفي 2014. هل نتوقع حربا أخرى بعد سنة أو سنتين؟ وإلى متى ستبقى القضية بدون حل؟ نحن سنضع أمام القيادة رؤيتنا لهذا الحل، ونستمر في التشاور فيه مع الأشقاء ومع المجتمع الدولي، ولكن يجب أن تكون الرؤية واضحة جدا ومحددة جدا، معلومة من الألف إلى الياء. أما الدخول في مفاوضات غائمة أمر لا يمكن أن نستمر فيه. هذا ما أحببت أن أقوله لكم، وشكرا. استمعنا مشاهدينا الكرام. اتمنى اسمه مرحبا يسون زول فلاون نزلت المغرب يتسنى ثلاث زول فلاون روه البوسجي ارتدينا البوسجي سيقفاد نوسين الأمور ذي ذي بوه البوسجي رحشم زورو مكثن ولا نسلي سيمس محمود عباس وقذا قارون قناص الدولة الفلسطينية وقي يحضروا دينا داني يفكد بونوفيل كم كوا الفلسطينيين اتمثنا عن غزة وكذا إسرائيليين مسفهاما فيون سيسي الفمسة من فيون هذا من الهدنة وذا قبل ذا قيل الهدنة سعر الليميت سعر الأعمال الليميت للطايم ذا الوقت عند حاجة اللي هنتولى ذا قيل ويمثلنا فلسطين قال يعني ذا قيل استيل شغل ستين جراند فيكتوار إغزة أبريل المقاومة خرمنا أبريل الضحية تشهر لموثن ذي النار أكثر من 2200 موثن ذي غزة ذي الأجريسيون كذا قاعدين إسرائيل وكثرنا 11000 اجمعين ليبني سيدي دي فلسطين. دونك يا بون نوفيل سي سبع الخمسه غورنا صافي 10 دقائق 15 دقيقه مي يكشم السيسي الفواكي بيرمانون دي فلسطين دي غزه اونتر غزه واسرائيل. مازالو نزر اكزاكتومون اشو لي كونديسيون يتقفل اسرائيل في سميتها في السيسي الفواكي. سيكي كمثنا سا كمثنا ياسين زوف لك ياسين بارك الله فيك ياسين افون تكسا افون ولا غزة نساوت مثنا دينا الكاد سام كين اكزاكتومون اشو دينا محمود عباس ونروجيمي دونك يمهنا سلام مركز نسلا محمود عباس يعني ناد بلي كيث منط منط نوزا مسفهمني وكنا دي حفسي من غير كي ديك ماسي سي سبعة يعني كماسي كثورة ينات بعد من الخمسة غورنا فوالا الخمسة غورنا ثاني كماسا ينات بليك يعني نحفوس كي من غير تفكينا راه الوقت سي تادير ماشي بواسنا وماين سي تادير اليميتي دعنا دوغنا المشاورة ثاكين سنديت منط نمصار تصنت مورا دي شمنا دي شم ما قطر افري دي شم دا انت منات امريكا دا نية دي شم ودف كيف وسولا انتاث يعني المشاورة ثاقي بلك دوالا غوث كي مثنا ياسين ساكن ومثنا وردة ثاقي تنغمس من غزة اخت وردة السلام عليكم اختي حياك الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله. أولا نبدأ بهذا الإعلان بوقف إطلاق النار بدون يعني بدون وقت زمني، لو تعطينا اخر معلومات هذا الوقف لاطلاق النار. هو بالفعل يعني اعلن قبل قليل سامي ابو زهري وفوزي برمون المنطقه اللي باسم حركه حماس بان هناك توقيع على وقف اطلاق النار وهناك احتفالات عامه
داخل الشوارع الفلسطينية بهذا النصر المؤزر، هناك إطلاق نار في كل شارع في قطاع غزة. الآن يحتفلون الناس، مشاعرها مشاعر فرحة وسرور رغم الألم والدمار. يعني لآخر لحظة كان عدو الصهيوني يحاول تدمير الأبراج، دمر برج 67 في منطقة الشيخ زايد، لكن هذا الشعب يعني أبى إلا أن يحتفل بنصره على طريقته الخاصة. هم يعني يرون المعادلة من زاوية أخرى، هم يرون أنهم انفطروا بمجرد ثباتهم وصمودهم وتحقيق بعض حتى لو كانت من مطالبهم وتأجيل البعض الآخر. يعني الأجواء عارمة وأجواء فرحة جدا جدا كبيرة لدى الشعب الفلسطيني ولدى أطفال حتى الشعب الفلسطيني. أختي وردة، يعني لو نعود إلى شروط هذه الهدنة وهذا الوقف إطلاق النار، هل لدينا ما هي آخر معلومات على الشروط؟ هل إسرائيل قبلت بمعظم الشروط، وما هي الشروط التي قبلت بها إسرائيل؟ هو تقريبا يعني ما أعلن قبل أن ينسحب الوفد الإسرائيلي لآخر مرة هو ما تم التوقيع عليه، وهذا يؤكد أن إسرائيل عندما أجلت هذا التوقيت في الاتفاق كانت تسعى لاغتيال بعض القيادات نتيجة العمليات الاستخباراتية لديها. إذا هو فقط لهدف عسكري أجلت إسرائيل الاتفاق على وقف إطلاق النار، ما رشح أنه بالفعل هو فك الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان وتسهيل الإجراءات على المعابر، فتح معبر رفح وأيضا معبر كرم أبو سالم، أن يكون هناك فتح كامل للمعابر لدخول البضائع، وأن يتم دخول مواد البناء ومستلزمات إعمار قطاع غزة تحت إشراف حكومة التوافق الوطني، وهي بذلك تكون إسرائيل قد اعترفت بحكومة التوافق الوطني بعد أن كانت عارضتها قبل الحرب على قطاع غزة. وفيما يخص الميناء البحري والميناء الجوي، وما هي آخر معلومات في هذا الشطر من المفاوضات؟ ما أعلن عنه أنه تم تأجيل موضوع الميناء والمطار إلى محادثات قريبة أعلن عنها أنها ستكون بعد شهر من الآن. يعني يراهن على أن المقاومة ستستغل الجثث التي بين أيديها والمصير الغير معلوم لبعض الجنود الأسرى لديها لكي تفاوض العدو على ذلك. إذن هي انتهاء لمرحلة من مراحل الصراع كما أعلن فوزي برهوم مع هذا العدو، واستكمالا إن شاء الله إلى معركة جديدة وإلى يعني محاولة أو اشتباك سياسي آخر مع هذا العدو لنزع المطلبين الأخيرين وهو المطار والميناء. سمعنا بالتالي كلمة محمود عباس لما أعلن على هذا الوقف إطلاق النار، قال أن هناك مبادرات او تدخل من قطر، هل يعني الان يمكن ان يحصل تدخلات من بلدان اخرى مثل قطر وتركيا في هذا في هذه التشاورات او في هذه المفاوضات؟ ولا اعتقد انه الان الوقت يعني سيكون متاح امام قطر وامام تركيا. هناك استبعاد اسرائيلي لهؤلاء كوسيط بينهم وبين حركات المقاومة هنا في قطاع غزة، باعتبار أنها تتهمهم بالانحياز وبل والتسليح وتمويل هذه الفصائل. ما نرجحه أو يرجحه المحللون أن تعود مرة أخرى الدائرة إلى مصر، أن تلعب كوسيط في حل الأزمة مرة أخرى ومجددا خلال الشهر القادم. نعم يا أختي، أخت وردة، لو نعود إلى الميدان، سمعنا أن ربما 5 دقائق قبل بداية وقف إطلاق النار المقاومة أمطرت تل أبيب بقذائف، هل هذا دليل أن المقاومة ما زالها بصحة جيدة وأن لها إمكانيات للتصدي لأي هجوم آخر لإسرائيل؟ هل إسرائيل فشلت في قضاء على المقاومة هناك؟ قبل قليل كان هناك تصريحات على القناة 10 بأن هناك فشل استخباري غير عادي لدى الأجهزة العسكرية الصهيونية. هي فشلت واعترفت بفشلها وما زالت تعترف عبر وسائل الإعلام. هي الآن تحاول أن تفتح أيضا المراقب العام الإسرائيلي كما أعلن فوزي برهوم، قد أعلن عن فتح تحقيق للتحقيق في إخفاقات
الجيش داخل قطاع غزة. هو أيضا كما قال إسماعيل هنية بأن مخزون المقاومة وما أعدته المقاومة لا يعلمه هذا العدو، وبأن المقاومة لم تستخدم إلا ثلث طاقتها، يقصد بها يعني الطاقة الصاروخية، لكن هناك أنوية كثيرة في جيش القسام وفي الكثير من فصائل الأذرع المسلحة لم تستخدم كامل طاقتها، خاصة إذا دخل العدو بريا. كما أعلن ذلك أبو عبيدة بأن هناك ربع مليون قنبلة سنعطيها إلى أطفالنا إذا دخل العدو ليلقوها في وجههم في كل بيت وفي كل شارع، لذلك العدو هو يعترف كل يوم. بالنسبة يعني المنظمات المسلحة، نؤكد أن المنظمات المسلحة هنا في قطاع غزة والفصائل الفلسطينية لن تتوقف ولو للحظة عن إطلاق الصواريخ. هي استخدمت تكتيكات عسكرية في وسط الحرب حتى لا تستنفذ المخزون الصاروخي بشكل كبير، وإسرائيل أعلنت عن ذلك، قالت بأن حماس لديها ما تنطر به إسرائيل، لكنها تحاول أن تتنوع بين استخدامات العسكرية ما بين قبائل الهاون والأربجي وإلى آخره. حتى يعني كانت هناك رؤية مختلفة، عندما دخل العدو إلى قطاع غزة بريا حاولت استخدام قبائل الهاون وقللت من استخدام صواريخ، هذا يدعونا إلى الفخر بهذه المقاومة التي لا زالت تنجز على الساحة الفلسطينية ولا زال لديها مخزون تنظر به العدو لثلاثة أشهر قادمة، كما أعلن عن ذلك بعض المحللين العسكريين من القناة الصهيونية نفسها. أخت وردة، ما هي آخر معلومات؟ وصلنا خبر عاجل أن هناك إسرائيلي واحد وثلاث جرحى في هجوم أو قذائف على أشكول، هل لديك معلومات هذا الخبر؟ نعم، قبل قليل أعلن المقاومة الفلسطينية بأن هناك جنديين تم قتلهما بقذائف الهاون التي أطلقت على أشكول، وللعلم يعني قذائف الهاون هي قذائف مطورة كما أعلنت عن ذلك إسرائيل، قالت بأنه سلاح قاتل لجنودنا على الحدود المحالية لقطاع غزة. إذا نؤكد هذا الخبر، والمقاومة الفلسطينية أرادت أن ترسل يعني رسالة حتى لآخر لحظة، نحن سندق جنودكم إن لم يبتعدوا عن حدود قطاع غزة. ربما لنعود إلى الأمر السياسي ولا الميدان السياسي في فلسطين. الآن لدينا حكومة توافق وطنية بين حماس وفتح والفصائل الأخرى، هل الآن يمكن الشعب يعني الفلسطيني يأمل إلى سوف يكون هناك تفاهم بين جميع الأطراف ويكون إن شاء الله الصراع الفلسطيني يكون أقل حدة من الماضي؟ هو يعني ما أكده أو ما أكد هذه النظرة هو الوفد المفاوض الذي قال لا في وجه العدو الصهيوني، الوفد المفاوض الذي شكل من السلطة الوطنية الفلسطينية ومن الفصائل الفلسطينية، كان هناك وفد موحد، كانت هناك تفاهمات ومباحثات بين الوفد الفلسطيني في داخله على أن تتولى حكومة التوافق كل ما يمكن أن يدخل إلى قطاع غزة، وأن تنظم عمل المعابر مع الجانب المصري، وأن تشرك فيها على مشاريع الإعمار. كل هذا يعني حتى الرشق كان قد صرح بأننا سنتفرغ إلى المقاومة. إذا الأدوار مفهومة ومعروفة كيف ستتوزع بين المقاومة الفلسطينية وبين الحكومة الفلسطينية القادمة وهي حكومة التوافق الوطني. لن يكون هناك خلافات بإذن الله، هناك توحد على خدمة الشعب الفلسطيني ومحاولة استدراك ما يمكن استدراكه من الإعمار ومن الوصول إلى حالة من الاستقرار للشعب الفلسطيني لبدء العمل الدراسي ولمحاولة إخراج الجرحى ولمحاولة إعادة الإعمار قبل أن يدخل فصل الشتاء. هذا كل ما يحاول الآن الجميع السيطرة عليه وأن يمضي به قدما لدى الشعب الفلسطيني. أخت وردة، وصلنا خبر يقول أن حتى الحكومة الإسرائيلية حاليا لما خرجوا يعني لقرار وراء رسالة قالوا أنهم لم يخبروا بهذا وقف إطلاق النار وليس لهم تعليق على هذا وقف إطلاق النار، هل تظنين أن فيه صراع داخل الحكومة الإسرائيلية بين اللي وافقوا على هذا وقف إطلاق النار والنصف الآخر الذي يرفضون ربما هذا وقف إطلاق النار؟ نعم، هو يعني حدث قبل ذلك أن نتنياهو أخفى عن ليبرمان وعن بعض وزرائه عند اجتماع الكابينة بأمر الوثيقة التي أعدت، المسودة الأولى التي أعدت من قبل مصر للتوقيع عليها،
ويومها كان المفروض أن يجتمعوا يوم الجمعة صباحا إلا أن أو يوم الخميس الساعة 6 مساء، لكن ليبرمان فاجأ نتنياهو بأن أخرج الوثيقة أو المسودة المصرية التي كان المفروض أن يوقع عليها نتنياهو أو الوفد المفاوض الإسرائيلي، إلا أن نتنياهو كان قد غضب غضبا شديدا لأن هناك تسريبات حصلت ولأن ليبرمان حصل على هذه المسودة، ثم بعدها قال بأن هذه مسودة بسيطة وأنا لن أوقع على وقف إطلاق النار لا يلبي أيضا مطالب الشعب الإسرائيلي بأن يكون هناك أمن لدى الجانب الإسرائيلي ونزع السلاح المقاومة الفلسطينية، وبدأ هو مرحلة التشدد في مطالبه تجاه المقاومة الفلسطينية. ما نؤكد أن هناك خلافات سياسية حادة بين نتنياهو وبين ليبرمان ولبيد، وسبق أيضا أن غادر ليبرمان ولبيد من اجتماع الكابينت غاضبين من نتنياهو. نتنياهو الآن فشل عسكريا وفشل سياسيا وسيحاول خصومه سواء من حزبه حزب الليكود أو من حزب العمل في إسقاطه سياسيا كنوع من تحميله المسؤولية الكاملة عما حدث في قطاع غزة. هو أخفى عنهم أيضا خبر التوقيع، ولا نستبعد أن يكون أخفى كما أخفى في السابق هزيمته ومحاولة توقيعه على المسودة التي لبت شروط المقاومة في أغلبها. أخت وردة، ربما آخر سؤال، لا تعال نعود إلى التوافق أو التفاهم الفلسطيني الفلسطيني. ماذا عن المحكمة الدولية؟ ربما سمعنا كلاما أن محمود عباس سوف يعود إلى المحكمة الدولية لمحاولة لمحاكمة إسرائيل على جرائم حرب التي قامت بها في غزة. هل هناك كلام على هذا الأمر؟ هو في تخوف لدى المحللين السياسيين الفلسطينيين من التوقيع على اتفاقية روما، عن قصدك على اتفاقية روما للانضمام لمحكمة الجنايات الدولية. هو عباس اشترط قبل أن يتوجه إلى مصر توقيع الفصائل الفلسطينية ممثلة بخالد مشعل وبالأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي على هذه الوثيقة لكي تنضم فلسطين بعد أن أخذت صفة مراقب عام، دولة مراقب عام، أن تحاول أن تدخل إلى محكمة الجنايات الدولية. هذه المحكمة يعني أمل الأمل الفلسطيني أو ما وقعت عليه الفصائل أملا في أن تحاكم قادة العدو السياسيين والعسكريين ضد مجازره للشعب الفلسطيني، وقالت بأنها ستفرز لجان، هذه اللجان ستعمل على إحصاء المجازر الفلسطينية وانتهاك العدو للأرض الفلسطينية وللبشر وللحجر من خلال العام 2003 وحتى يومنا الحالي انتهاء بهذه الحرب، وأن توثق ذلك بالصورة وبالوثائق الرسمية ثم ترسلها إلى المحكمة الجنايات الدولية. وأيضا ما يمكن أن يعزز الموقف الفلسطيني أنه لا يشترط أن يكون الخصم أو المدعى عليه بأنه عضوا في هذه الاتفاقية أو عضوا منضما إلى محكمة الجنايات الدولية، لأن إسرائيل رفضت الانضمام وتوقيع على اتفاقية روما وكذلك أمريكا لخوفهم من محاكمة قادتهم سياسيا وعسكريا على مجازرهم في العراق وفي فلسطين وفي مختلف دول العالم. الآن يعني هو الجهود مستمرة، وعباس وعد بأن يواصل هو المسيرة، ووعد خالد مشعل بأنه سيناضل لأجل القضية الفلسطينية لدى الأمم المتحدة، لكن يخاف المحللون السياسيون أن يكيل العالم بمكيالين كما العادة بين الفصائل الفلسطينية وبين هذه الحكومة الإسرائيلية الغاصبة، ويحاول أن يسقط اللوم على الفصائل الفلسطينية باعتبار أنها منضمة إلى وثيقة روما أو إلى اتفاقية روما، ويترك هذا العدو الغاشم يتمادى في ظلمه للشعب الفلسطيني. وردة صحفية من غزة، أقول لك شكرا جزيلا أختي وبارك الله فيك. شكرا أختي. تقيد ولتمتنا وردة سنغمسي سي غزة كل يوم تستكن لدينا النوفل بون نوفل إن شاء الله. الحمد لله هاني بالك تمبرار معنا كل حال ديك سلحفة يديغنينا في غزة. أمكدنا لك شنا ياسين مكتولا ذا مشدنا دابرشتنا وردتنا إكستين جراند فيكتوار
فلسطينيين في اسرائيل. يعني مثلا سليم مارث والد انسيد عدا ثم نطن غزة يعني دوبي لو 7 جويي مي كومونسا يعني نزدو ماكي وهذا وصحيح هنا في نطاكي اسوال دي قاعد يضران دينا دونك زمادني يعني ذا الفرحة من قران ماشي كان يوكدو دا الزاوي مي يسخير بويكا دوك الا نفير وكدو دا الزاوي يسخير بويكا دوك يعني إف كان فودي وجود على الزاوية خطر ياسين وني فهمنات اسمها خطر إسرائيل متى بدل القراءة قلت ندكم كوين قبات حفظ السلاح الحماس الحمس أنا حماس مسا ولا ذا خمس دقائق قبل الهود ناقيت الحماس على روسيا قال لي بومب قال لي روكات في إسرائيل أسك إسرائيل فريمو على عيش شوي باش تحفظ أون فات يعني زمرضة والد أين كاد راناقي شغل زمرضة دينا بليك يا ان ديسفونكسيونمون غوناث قاعده وي قصايون خاطر ما كان ذاك كي شغل الديبوني اس دوموندين الى قاعده وي الى المقاومه تسكت السلاح كارلمو باش اكني حبسني من غينسن ميثول هذا ني والن فدلن راينسن دونك ما دين كوتي شغل فشلن يعني من واقيد رانا كي مي لو بلوز امبورطون يعني قوساكي دونك مي حبسنا كي مي فكان الهود ناك ذي الحاجة لها مليح مليح فلسطيني باسكو ما كدنا وتمثنا ورداء قبل ما ملدي ناس ما برافحني دونك ديجا مع براكو المشاهد ديجا وينا ديجا دونك ذي الحاجة لها مليح مقارد كشمن أم ود وويت كشمن ماكلة خاطر ما كنين زرا لابلي با لي زوبيتو ثنان تسوهدن دواوي كفان دينا والماكلات كفا دونك بالك يا سيتاني امور كنت سويرا يعني مالغري بالك شري فلسطين تاع فرحان ميز مقاد فرحان يعني باش هذيك الشويه الحيفه كاع ديك الشويه القتيله كي بصح انت سويرا كم اكثر من 200 2000 2200 قموثن يعني ستان غرو ماساك ستان كريم كونت لومانيتي وكي بالك الا قالت تسويون هذا اكزاكتومون ما هو اللي دي قال دونك ما كني نهضر دونك لا كوميسيوني تسوجدنا كني وكني بور ايفالوي اللي دي قال خدم يخدموا على واقع صهيوني ثم نازا دونك ان شاء الله هاخم ناخذ من سنك نيول من الحال هو يعني هاد في جنان ذا شو تخدم ممسي يعني الجنس كي ولا ذا شو يضراني ثم نازا مي دونك ما الا خدم ناخذ من سنس الحاجه اللي هاد في جنان يعني شو اللي كريم دو كارث خدم يعني بان اكزومبل هذا واقع صهيوني يعني بان اكزومبل كان انا شو دينا محمود عباس في 60 كيلي فامي اكزاكتومون الحاجه c'est un exemple qui tient pour voir vraiment mal mal ثواني باللي سين لي فامي اكستيرمين يعني ولا شوكولا فرونسون سي فريمون الحاجه يعني فاكيني كوم كوا زعما بار اكزومبل لا قدر الله يونا نو كي قال نو ان نون فامي الى ديسباري سو سور لو سينس لو سينس مغارين سين على كومبليتمون يعني اكزاكتومون كوم شطوح على ماذا رضا محمد مقرن قال لي جينيراسيون سي شوكولا لا فامي ني تروح سين لي فامي فريمون سي تان كريم دو غار سبحان الله يعطيك الصحه ناس بارك الله فيك وقاعد يتوالين لحق درت قال لي بوحريش مزوارو نهضر شويه في غزه ان شاء الله قيمتو كي ناد نغار غورون باش نكمل حريش والسين ان شاء الله نهضر في افونيه تسات مورتنا اقدر شي كافر انت مورتنا قيمتو كي ناد نغار غورون يعطيكم الصحه